لينا متابعي قناه شوف تيفي، كتوجدوا في قلب منزل العم ديالو، العم ديالو معاه بالاحضر ابوس سفيان، ابوس راس الوليد، ابوس مباشره كي كتشوفوا مشاهدي متابعي ومو كتقدم له التمر والحليب، العم ديالو فرحانه ومفتخره بالولد ديالها. مشاهدينا متابعين قناه شوف تيفي دائما في قلب منزل البطل العالمي سفيان البقالي حنا كنتواجدوا مشاهدينا متابعين قناه شوف تيفي. فرحات الولد جاتني مزيانة، وأنا فرحانة والله يرضي عليه شحال هذه، وأنا نحلم هذا الحلم حتى أنا، وكندعي معاه بالدعوات ديال الخير، والحمد لله حتى ربي. يعني ديك التمارة ديالو ما مشاتش خلا؟ لا ما مشاتش خلا الحمد لله. ربي تراجل الحمد لله، ومعاوناه بالدعوات ديال الخير، واللهم لك الحمد. واش يدعي والديه دابا؟ الله يرضي عليه، أنا راضية عليه والله، يجعل سيدي ربي يسخر له، والعفو إن شاء الله المرة أخرى إن شاء الله يا ربي.